بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. السلام عليكم، كيفكم دايرين؟ غاية لاباس؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الفيديو تاعنا اليوم تحلية تاع تعليم اللي يجي بزاف 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 شابة، بريسك تجي كل طرونش، كل باتيسري تجي شابة وبزوج حبات بايت تقطع لك كمية ما شاء الله. ما عليكم غير تتبعوا الفيديو الى الاخر، ولا راهي تشوف في قناتي لاول مرة نقولها ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد باذن الله. الحاجه الاولى اللي غادي نبدا بها الشربات، نطيبها ونوخرها باش تبرد مليح. عندي نص كاس تاع سكر في كاس تاع ماء وطرونش تعليم، نديرهم قد اللي يردوا الغليه ونطفي عليهم. هي اللق تكون بارده والبسكوي تاعنا يكون شويه دافي باش نسقوها بيه. عندي زوج حبات تاع بيض، ست مغارف تاع سكر، ست مغارف كبار تاع سكر، غادي نطلعهم بالباتور. كي ضعف الحجم تاعهم نرجع معكم. بعد لي ضعف الحجم تاعه شوفوا هنايا عندي ست مغارف تاع زيت، ستة، ست مغارف كبار تاع زيت وست مغارف كبار تاع حليب، يعني ستة في ستة في ستة. غادي نعاود نضربهم مليح. هنا راني زدت الزيت تاع الليم وغادي نخلط كلشي مع بعض. هنا عندي ست مغارف تاع فرينة، بسم الله راني مغربلتهم، غادي نضيف نص الكمية ونزيد قد مغرف تاع لاليفيغ، مغرف صغيرة تاع لاليفيغ، ونخلط كلشي مع بعض. لاليفيغ ما تكتروش، غير مغرف ممسوحة، مغرف صغيرة ممسوحة تاع لاليفيغ. غادي نزيد كمية كاع، نخلط كلشي مع بعض. هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه، شتو. هنا كنت غبرت البلا تاعي 25 على 30 سنتيم، وغادي نخوي الخليط تاعي فيه. بسم الله دروك غادي ندخل البسكويت تاعي على درجه 180. نكون ديجا راني انا مسخنته هنايا، ما تنسوش برك خبطوها هكا جوج خبطات ولا غادي ندخلها يطيب. ما يديش منكم الوقت بزاف، من 10 دقائق وراه طاب. بعد لي طيب نرجع معكم باذن الله. قبل ما ننسى، انا غادي كي ندخلها يطيب غادي نطلع كريم شانتي، غادي ندير فنجال تاع كريم شانتي مع فنجال تاع ماء يكون بارد، نطلعهم مليح من بعدها نرجع معكم باذن الله. هنا بعد لي كان البسكويت تاعي طاب، شوفوا بدا تحميره شابه، خليته شويه يبرد، شويه ماشي بزاف، وغادي نشربه. الشربه تاعي بارده ونشربه، نشربه مليح، نعطيه كاع ديك الكميه تاع الشربات. كي تشوفوه يشرب عرفوها بلي الكيكه تاعكم راهي ناجحه ولا البسكويت تاعكم راه ناجح. هنا كملت كاع الكميه اللي راهي عندي، اللي ما تبغيهاش مشربه بزاف ما تشربهاش، ماشي شرط تشرب كاع الكميه اللي كانت اللي طيبناها مع بعض. هنا غادي نخليها تبرد مليح مليح مليح، من بعدها ندير لها الكريم شانتي ونغدو دربك نديرو الطبقه الفوقانيه اللي تجي بزاف شابه وبنينه وذوق تاعها منعش بمقادير بسيطه. عندي كاس تاع ماء، مغرف صغيره تاع مايزينا، مغرف صغيره تاع مايزينا، وعندي ثلاث مغارف كبار تاع سكر، زوج ثلاثه. وهنا غادي ندير عصير حبه تاع ليم، غادي نديرها كاع نحصلها مليح. هنا خلط كلشي مع بعض. هنا غادي نديرها على النار مع التحريك المستمر، ما خصناش نقطعوا عليها باش ما يربيناش دوك الكتل، وكي يتقال الخليط نضف عليها. هنا بعد لي كان الخليط تاعي تقال كما راكم تشوفوا، غادي ندير له العطر والملون الاصفر، عطر عطر تشين، عطر عفوا عطر الليم، ونخلط باش يعطينا اللون ويزيد يعطينا الذوق، يزيد يعزز لنا داك الذوق تاعه. شوفوا دروك غادي نوخروها بجيه ونجيب البسكويت تاعي، غادي ندير له الكريم شانتي اللي كنت درت كاس، عفوا درت فنجال تاع كريم شانتي وقريب فنجال تاع ماء وطلعتهم. اللي تبغي الكريم شانتي دير طبقه باينه، وتبغيها بزاف تزيد كريم شانتي دير كاس في الكاس. دروك غادي نمشيها
شوفوا هنا مشيتها مليح ديك الكريم شانتي، هذه تكون بردت شويه، ماشي تخلوها حتى تبرد، لا اللي قايتكم تكون خفيفه شويه كوميم، بغيت هذاك الغاليين شتيو خاطر هما حنايا درناها تطبخ تغلي عفوا، يغدي لها شويه كما نقولوا حنا تهجع. هنا درت مليح الكريم شانتي، حاولت نديرها ملساء من الفوقه، واللي تبغي الكريم شانتي فيها بزاف كما قلت لكم تكثر، دير كاس شانتي في قريب كاس تاع ماء ولا حليب، انا نبغيها بالماء ما نبغيهاش بالحليب. بهذه الطريقه سويتها كاع، ومام الزوجه تاعي ما يبغيش الشانتي بزاف، هذيك هي درت حسابه، ودروك غادي ندير بديل سوبر كريم، سوبر كريم راحت لي سوبر كريم بهذه الطريقه، ونزيد نمشيه هنايا نمشي غايه بهذه الطريقه. شوفوا اللون تاعها كي جا شباب، مام الذوق تاعه عاطي الحموضيه، عاطي ديك الحموضيه تاع الليم والبنة والأروع، ما نحكي لكمش منعش. شوفوا هذه اللي قالها تبرد، اللي قالها تبرد غايه باش الطبق هذه الفوقانيه تتماسك، انا غادي نخليها تبرد مليح مليح مليح، من بعدها نرجع معكم باذن الله. هنايا بعد لي فاتت واحد الساعه ما قديتش نصبر عليها، زينتها تزيين بسيط وجيت نوريها لكم. شوفوا كي جات، جات مشربه ما شاء الله، تزيين بسيط درتها لها، انتم لكم الاختيار في التزيين تاعها، مهم المقادير والكيفيه كي ديروا تخدموها، جات ولا اروع، راني نقول لكم ونعاود ولا اروع ولا اروع، مهم جات شابه بالبزاف منعشه. هنايا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم تبقوا على خير والى اللقاء في فيديو اخر. سلام.